الشخص الانتقادي، الشخص ده تقريبا مش عاجبه اي حاجه في الحياه، ودايما بيشوف العيوب قبل ما بيشوف المزايا اللي فيك. ولو غلطت في مره وسالته عن رايه في اي حاجه تخصك، هتلاقي سيل من الافكار السلبيه وسيل من العيوب والانتقادات اللي عمال يوجهها ليك. في النهايه هتصاب بالاحباط. الموضوع مش متعلق بيك على الاطلاق ولا بشخصك، هو طبيعته كده. فلو انت عملت كل حاجه بشكل مثالي، هيحاول دايما يدور على اي حاجه عشان ينتقدك بيها. انسب طريقه انك تتعامل بيها معاه انك تحاول تسمع ليه بكل هدوء، ولا تحاول تناقشه ولا تجادله في اي حاجه بيقولها، لانك كل ما هتحاول تناقشه كل ما هيحاول يبرر كلامه اكتر ويديك مبررات اكتر، فالموضوع او الحديث بينكوا هيطول على افكار وكلام سلبي على الفاضي. وطبعا ما تحاولش انك تاكد كلامه، لان ده برده هيشجعه انه يستمر اكتر في كلامه وسلبياته وانتقاداته اللي عمال يقولها لك. اسمع له بكل هدوء من غير ما تتكلم ولا تناقشه خالص، ولا بالتاكيد ولا بالنفي، لكن في نفس الوقت حاول تغير مجرى الكلام خالص وتغير الحديث لموضوع تاني.